كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. روي أن المسلمين قالوا: يا رسول الله، والله إنا لنحب ربنا. فأنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال سهل بن عبد الله: علامة حب الله تعالى حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً، فالصحابة مأمورون بأن يتبعوه في كل حركة يتحركها، وفي كل سكنة يسكنها. من أجل هذا كنتم ترون الصحابة إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه يصلون بنعالهم. قال الصحابة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعليه فصلينا بنعالنا. أن بالعادة كانوا يخلعوا نعال، بس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه فصلينا بنعالنا. فخلع صلى الله عليه وسلم نعليه فخلعنا نعالنا. صحابي الله يرضى عنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وفي كل سكنة. يقول سيدنا عمر مخاطبا الحجر الأسود، يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر استلموا الحجر، لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره حلقوا شعوره. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً اتبعوه في كل حركة وسكنة، حتى إنهم غادروا بيوتهم وأعمالهم وأهليهم ونشاطهم التجاري وعلاقاتهم الأسرية، ولحقوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. شو معنى الهجرة يا أخوان؟ فيك تفكر؟ فيك تفكر شو ماذا فعل هؤلاء الصحابة الكرام؟ لما سمعوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم هاجروا، كلهم هاجروا، هاجروا، وبعضهم كثير منهم ترك كل شيء، كل شيء. صهيب الرومي كان يعمل في التجارة في قريش، فأراد أن يهاجر، صف تجاراته، جمع أمواله، حمل وأراد الهجرة، انطلق مهاجرا إلى المدينة المنورة. اعترضته قريش، قالت: وين يا صهيب تمضي؟ قال: والله أنا أمضي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم آذيتمونا وعم تخلونا نقيم شعائر ديننا. قالوا: ما تحمل معك؟ قال: هذا متاعي، هذا مالي، أنا صلي 20-30 سنة عم بشقى وكد وأتعب، وفتحت محلات وعملت تجارات وسافرت وحضرت وهلكت. قالوا: لا، هذا المال مالنا،
أنت صح أنت تاجرت بس صرت تبيعنا نحن ونشتري منك نحن وربحت منا، هذا المال مالنا. ترى إذا أردت أن تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم اترك المال وامضي. هلأ هالقصة لعلكم أكثركم قرأها، وأنا أخبرتكم بها يوما والآن أخبركم بها، وأنت بجوز تقرأها بكتاب أو بتسمعها بشي تسجيل يعني حلو هيك مشوقة، بس فيك تتخيل حالك أنت مكان صهيب الرومي، بيتكم حقه 200 مليون بعته وأبطل 200 مليون، محلك حقه 70 مليون بعته وأبطل 70 مليون، عندك بضائع شي 30 مليون صفيتهم صغي 30 صاروا 300 مليون، وعندك بالمصرف وعندك ببيتك كمان شي 5 مليون صاروا 305 ملايين، جمعتهم وطالع أنت ركبت هالبولمان وطالع، اعترضتك قريش ايه وين رايح؟ والله رايح لعند محمد صلى الله عليه وسلم، الله ييسر لك حطها 305 ملايين، يا بتبقى عندنا هون ومصاريك معك وبدك تروح الله ييسر لك بس هات المصاري. يا أخوان هذا موقف جدا شديد وجدا صعب، وهذا من الاختبار ومن الامتحان ومن البلاء، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بدنا نفحصكم كلياتكم يا أخوان كلياتكم أنتم الجالسون هنا ستمتحنون بالمال، إن لكل أمة فتنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنة أمتي بالمال، بدنا نفحصكم بالمصاري. لا تأخذوني نحن بالجامع كلياتنا أكابر كله مناح ومرتبين متوضين لابسين أواعي مرتبة وعم نسمع هالدرس وشي حلو يعني الدرس وعم نصلي كنا صلينا ودعينا، بس بدي أنت وبالمكتب عندما يعرض عليك مال حرام، أنت وبالسوبر ماركت تبعك لما بيجي واحد بينزل لك كم صندوق بيرة شو بتقول له؟ وبيقول لك والله ماشي وشغالة والله عم ركض عم تمشي تربح لك ربحة حلوة، لما بينزل لك كم كروز دخان، لما بيجيب لك بضاعة هذه بضاعة منتهية الصلاحية بيقول لك أنا حبكسر لك السعر تبعها بس بتمشي، لما بيقول لك أنه أنا في عندي شوية بضاعة أنت بتعرف القطعة حقها 7000 ورقة بيقول لك هي ب2000 خدها، وأنت بتعرفه هذا ما بيجيب هاي البضاعة وب2000 ورقة شو معناتها؟ مسروقة، شو بتقول؟ هلأ الشيطان بيقول لك أنت شو دخلك؟ أنت حتدفع 2000 ورقة سوري، والزلمة جابهم للمحل وليك كاتب على السيارة ما شاء الله كان، ولما فات لعندك قال لك السلام عليكم ورحمة الله، شو لك علاقة؟ وحامل مسبحة كمان بإيده، شو لك علاقة يا أخي أنت؟ الله بعدي اسمه الرب رزقه وإجيت لعندك، شايف يا أخ صهيب الرومي 305 مليون، يا بتحطهم هون يا صهيب وبتروح لعند محمد صلى الله عليه وسلم تلحق بدينك، يا بتخلي المال معك وبس بتضلك عندنا، اترك محمدا صلى الله عليه وسلم هو ماله مو مال حرام. مرات لما بيجيك واحد ليصلح عندك جهاز الجوال تبعه وانت بتفتحه وبتلاقي العطل كتير بسيط، بس انت بتقدر تجي تقول له والله التاتش تبعه مضروب غيرت لك يا وانت لا غيرت ولا ساويت، بس انت كان في شوية صدى مسحت هالصدى ومشي حاله. هناك يظهر المؤمن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الصحابة الله يرضى عنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، نحن مأمورون أن نتبع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فكيف توصي امرأة مسلمة لأولادها الذكور والإناث؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، فكيف يقطع شاب أباه 4 أشهر؟ مرة إجاني الشاب بده يسألني سؤال، كنت عم درس بالجامع الأموي والدنيا رمضان، إجا قال أستاذ أنا بدي أسأل سؤال، ناله تفضل. قال أنا مقاطع أبي 4 أشهر صلي،
وفي شغلة بدي أسألك عليها حلال أو حرام. قلت له مقاطع أبوك 4 شهور؟ قال لي. قلت له بعيد من هون، بعيد بعيد، الله يوفقك بعيد من هون. قال في سؤال شرعي بدي أسألك؟ قلت له أبدا، لا سؤال لا جواب، مشان الله روح من هون. قال لي يا أساس سؤال سؤال؟ قلت له شوف الله وكيلك، أنا خايف هلأ تنزل فوق رأسك صاعقة من السماء تروحك وأنا واقف جنبك بتصيبني معك، مشان الله روح من هون، روح واقف هنيك لا تجي لهون. قال بدي أسأل سؤال شرعي. قلت له اطلع لبرا، اتصل بأبوك سلم عليه صالحه وبعدين تعال اسألني السؤال. أما قاطع أبوك 4 أشهر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بروا آباءكم، كيف؟ كيف يا أيها الآباء أنا أسمع بأن رجلان صلوا 4 سنوات لا ينفق لا على زوجي ولا على أولاد، لأنه مرته ورثت من أبوها مبلغ وأنه خلص طنش وهي بتدبر حالها، وهي عم تنفق الحقيقة على نفسها وعم تنفق على ابنتها، ثم هو مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كيف يدخل شاب إلى فريق تطوعي كله بنات فيتمازحون ويتلاعبون ويتضاحكون ويسهرون، ولأنه نجح المشروع عاملين حفلة كيك بيناتهم وشاعلين الشموع وحيحطوا شوية هيك يعني شو لا رقصة هيك هادئة بس لأنه نجح المشروع؟ كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أنا مشيت أمامكم في الطريق الذي يوصلكم إلى محبة الله تعالى ويوصلكم إلى مغفرة الله تعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس الأمر أن تكون محباً، لكن الأمر أن تصير محبوباً. أنت ممكن توصل لمرحلة بأن الله يحبك باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تصير محبوباً عند الله عز وجل. أما إذا أنا بدي أمشي على كيفي، وهذا الأخ بيمشي على عقله، وهذا الأخ بيمشي على ما يوسوس له شيطانه، وهذا الأخ بيمشي على ما تمليه عليه هوى نفسه، نحن بعيدين عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. روى أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس. فاتبعوني يعني اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البر والتقوى، كل تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا، كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة لنا. قال فاتبعوني على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس. أما إذا أنت تعطي نفسك هواها، أما إذا أنت بتشوف حالك أحسن من هالعباد، أما إذا أنت بتشوف حالك بعلمك بمالك بجاهك بمكانتك بوسامتك بعلاقاتك الاجتماعية، أنت لست وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا أنت اتبعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحبك الله، وإذا أحبك الله سيدنا جبريل بده يحبك، ومن في السماء سيحبك وأهل الأرض سيحبونك، ثم يوضع له القبول في الأرض. بالعكس، وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. يصير مرته تتضايق منه مع أنه على أساس أخذين بعضهم عن حب. والله مرة جاءني رجل وزوجته، تقول زوجته قال تقول بأنه هو تزوجها وهي تزوجته من دون لا رضا أهله ولا أهلها، حبوا بعضهم. بعد 5 سنوات عم تقول أنه هي ما لا طايقة تشوفه وتريد منه طلاقا، وجايين لعندي مشان أنا أتوسط بأن يطلقها.
وعلى الأساس حابين بعضكم أنتم. إذا كان في معصية لله، وإذا كان في مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبغضه الله، نسأل الله السلامة، ستوضع له البغضاء في الأرض. زوجته لا شاكر له ولا ممنون لجهده، والحقيقة نفسيا كمان غير قابل له. أولاده ما بيحبوه، جيرانه في قطيعة بينه وبينه، أرحامه وعمومه وإخواله وعماته وخالاته في جفاء، بس بالمحل في هو واحد على أساس عاملين صحبة، وهذه الصحبة مؤقتة، هلأ بعد كم شهر بتعلقوا بيصفى لوحده. السبب بأن الله أبغضه، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمشي بهذا الطريق وهو يمشي في طريق يخالفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ معقول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرج الإمام أحمد عن أنس قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها. جليبيب صحابي بسيط، وضع المعاشي بسيط وشكله عادي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأله: متزوج؟ مالي متزوج. قال: اذهب إلى بيت فلان فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني لعقد على ابنتكم. جليبيب راح لعند أبوه للبنت إنه النبي صلى الله عليه وسلم بعثني لعندك أخذ بنتك. فقال: حتى أستأمر أمها، والله بدي أسأل أم البنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذن. ماشي. قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، إنه النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا جليبيب خاطب لبنتنا. فقالت: ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبان، وقد منعناها من فلان وفلان. والله خطب أحسن من جليبيب 100 مرة ومعطينا. قال: والجارية في سترها تسمع. البنت بالغرفة الثانية بس عم تسمع أما وأبوها شو عم يحكوا. قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إنه والله منعتذر يا رسول الله ما بدنا. فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ وتلت هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أنتم تقولوا ما بدنا؟ علما يا أخوان بأنه هذا الأمر أمر خطبة يعني، والخطبة هي وعد بالزواج وقابلة للموافقة وعدمها. بس هالبنت فهمت: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هالبنت فهمت: قل أطيعوا الله والرسول. خلص النبي صلى الله عليه وسلم اختار، أنا بدي أقول له لا. قالت: إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. وافقوا يا أبي، وافقوا يا أمي، زوجوه، أنا موافقة. فقالا: صدقتي. فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه. قال: فإني قد رضيته. قال: فزوجها. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة له، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه في القتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال: هذا مني وأنا منه. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له، ما له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره. قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. أي مرته لما مات جوزها قال: الله بارك لها برزقها، ما في امرأة بالأنصار تدفع مثل ما بتدفع هذه المرأة. سئل ثابت: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أمرها؟ لما خبر القصة أنه هي قالت لهم أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سئل ثابت: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال: اللهم صب عليها الخير صبا،
ولا تجعل عيشها كدا. قال فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. أنت لما بتتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصب الله تعالى عليك الخير صبا في الدنيا وفي الآخرة. بس لما بدك تجي تشغل أنه أنا هيك جاي على بالي، وأصلا أنا فيني عقل بيوزن نص البلد، شايف هدون اللي قاعدين هدون كل آياتهم يعني بيجوا على شوري أنا، خير إن شاء الله. بدك تمشي على عقلك، وأنت عقلك بيوزن نصف البلد، وما بدك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس تحمل أنك خالفت طريقه. إذا كان عقلك كما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمضيه، بس إذا كان عقلك يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمضيه. إذا كان عقلك بيقول لك يا أخي نحن معقول بعام 2019 والواحد بده يغض بصره؟ هاي غض البصر أخي يعني قبل 1400 سنة، هلأ عادي عادي، لا تكون كتير أنت متشدد. لسه قال الله وقال رسول الله، أي متى ما بدك، ما بدك قال رسول الله وقال رسول وقال الله تعالى، فتحمل نتيجة مخالفة أمر الله وأمر رسوله. يا أخي ما معقول ما حط مصرية أنا بالبنك وبالفائدة، يا رجل أصلا في تضخم عم بيصير بالعملة، وصدق الفائدة اللي عم ناخدها ما بتساوي من قيمة التضخم جزء بسيط. يا أخي بس الله بيقول، أخي هلأ ما تجيب لي سيرة قال الله وقال رسول الله، هلأ الحياة كلها نفعني بنفعك، خير إن شاء الله. ما بدك قال الله وقال رسول الله، إذا تحمل جريرة مخالفة قال الله وقال رسول الله. بس أنت إذا تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبك الله عز وجل وحسبك بها. قال بعض العلماء تثبت محبة الله تعالى لعبده باتباع السنة، أي بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وأقواله وأخلاقه. لا في إخوة الحمد لله محافظين على صلوات السنن، ما بتفوتوا سنة صلاة الفجر، لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. مرة ثانية، ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. هلأ أنت بيتك 140 متر، أنو أحسن بيتك لما ركعتين الفجر؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لا، ركعتان الفجر خير مو بس من بيتك، مو بس من محلك، مو بس من مزرعتك، مو بس من سيارتك، مو بس من الدنيا كلها. شايف الدنيا كلها ركعتان الفجر. قال العلماء هدول ركعتان السنة. الله أكبر، معناته ركعتان الفرض شو أخبارهم؟ طيب وإذا واحد بيسهر هيك على المحطات الفضائية، أو بيسهر مع رفقاته بالقهوة 12 واحدة تنتين، بيرجع بينام ما بفيق لثمانية الصبح، هذا متبع شو السنة لما القهوة؟ سامحني ما بدي زعل يا جماعة، يعني واحد عشان ما يأتي إبليس ويضحك عليه. أنت الشيطان يضحك عليك. تثبت محبة الله لعبده باتباع السنة، أي بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وأقواله وأخلاقه. فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها، وبحسب نقصانه يكون نقصانها. هلأ إذا واحد متابع 50% محبة 50%، واحد تابع 20% محبة 20%. في إخوان بيننا بفضل الله لا يترك أوراد الصباح والمساء على الإطلاق، لا يترك قيام الليل على الإطلاق، لا يترك القرآن الكريم على الإطلاق، بس نحن الحقيقة متفاوتون. يعني في إخوة مقبلين إقبال شديد، في إخوة وسط، في إخوة يعني ها عم يحبوا حبوان. بس ليش 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 تدع الآخرين يسبقونك غدا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما دمت موجود وإذا وجدت على الثرى، والعمر محدود الحدود، فكن الفضيلة والشجاعة أوفى يا بئس الوجود. موجود وموجود يا رجل، وانت قاعد بمجالس العلم وقاعد، ليش ما تكون أسبق الناس إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان رجل من الصالحين يقول كلمة عجيبة، يقول أيحسب صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه في الآخرة كما سبقونا في الدنيا؟ والله لنزاحمنهم إليه. الله أكبر، بده يسابق صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بس هو عم بيقول أنا بدي أجتهد اجتهادا كبيرا، بدي أتبع السنة اتباعا كبيرا حتى أكون قريبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمقدار المتابعة يكون المحبة زيادة ونقصانا. قال: فليس الشأن في أن تحب الله، بل الشأن في أن يحبك الله. ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا، وصدقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبته دعوة، وآثرته طوعا. يا أخوان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو كان يشتغل؟ شو بيشتغل؟ قال: إنما بعثت معلما. قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنت بدك تكون مع النبي متبعا له، أنت لابد أن تشتغل بالدعوة إلى الله. أنا بنسر لما يأتيني، والله عدد من الأخوة كثير منكم الحمد لله يعني يشتغلون في الدعوة إلى الله رجالا ونساء، بس في كم واحد لا ما بيشتغل. أنت رفيقك ليش ما تدعو إلى المسجد؟ رفيقك ليش ما تدعو إلى الصلاة؟ رفيقك ليش ما تدعو إلى غض البصر؟ رفيقك ليش ما تدعو إلى اللقمة الحلال؟ رفيقك ليش ما تدعو إلى بر الوالدين؟ صاحبك، أخوك، جيرك، جارك، شريكك، في كل جلسة تجلس بها في إخوان مو بس هيك، مو بس بيدعو رفيقه، هو عم بيفكر إنه أنا شلون فيني أصلح كل من حولي في مهنتي، هيك عم يفكر. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه والله، ويسافر من بلد إلى بلد يفكر ما هي الطرق، إنه أنا أبناء مهنتي نحن في عنا بهالمهنة 1 2 3 4 5 6 هالعشر شغلات مخالفة للشريعة، مخالفة لأمر الله، مخالفة لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شلون أنا بدي يصير؟ أنا أكون سبب كل من يعمل في هذه المهنة أن يصير على درب الله تعالى. عم بفكر ويخطط ويرتب ينجح أو لا ينجح، بس هو أخذ النية. كما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، علما أن الله عز وجل لا يضيع سعي ساعٍ، بس بنيتك ستؤجر، ثم بعد هذا ستعطى إن شاء الله تعالى من هذا الخير. النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمله، بتحب تكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل شغلته. أخي بس أنا دارس تجارة. سيدنا أبو بكر كمان كان تاجر. يا أخي بس أنا عندي مكتب عقاري. سيدنا عمر كان عنده مكتب عقاري. عمر ابن الخطاب كان دلال جمال قبل الإسلام. أخي أنا موظف، وسيدنا علي كان موظف، كان سيدنا علي أجير يعمل بالمياومة. يا أخي بس أنا عندي تجارة وعندي أعمال وعندي التزامات، وسيدنا عثمان كان عنده تجارة والتزامات وأعمال. يا أخي بس أنا عندي ملحمة، وعمر بن العاص كان جزارا كان عنده ملحمة. ما في عذر لواحد بيناتنا أنه أخي أنا مو شيخ. طيب قل لي مين كان من الصحابة أنه شيخ يعني متفرغ للمشيخة؟ كلهم كانوا يعملون، بس مع عملهم كانوا يشتغلون بالدعوة إلى الله والدلالة على الله ليكونوا وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ليس الشأن في أن تحب الله، بل الشأن في أن يحبك الله. ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا، وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته. يقول: وإن لم يكن ذلك فلا تتعنى، وارجع من حيث شئت، فالتمس نورا فلست على شيء. لا تعذب حالك، بدك الله يحبك، إذا ما بتتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذب حالك، وارجع من حيث شئت. يقول أنت لست على شيء، روح دور لك على نور تمشي وراءه، ولن تجد نورا كنور محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، أحب أن أختم لكم بعبارة، وأذكر شرحا لمفردة من مفرداتها في فضيلة اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي فضيلة طاعته، لأن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل: أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يعني إذا واحد أخي أنا ما تجيب لي سيرة هلأ أمر الله وأمر الرسول، ما بده متولي هذا الرجل، فإن تولوا الله عز وجل قال خير، فإن الله لا يحب الكافرين،
لو هو قال أنا بحب الله والله بيحبني، الله قال إن الله لا يحب الكافرين يا أخي، بس هو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وصفه الله تعالى بالكفر بأنه كافر بأوامر الله وكافر بأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن آمن بلسانه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا من أقام بمنزلة اتباع السنة، إذا واحد اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأطاع الله وأطاع رسوله وأقام، مو اليوم بيطيع، هلا بالجامع بيطيع الله ورسوله بس بالشارع يعني نص على نص، وبالشغل 20%. طيب برمضان أطاع الله ورسوله بس بشوال ما أطاع الله ورسوله، بالصلاة أطاع الله ورسوله بس بالمصاري ما أطاع الله ورسوله. لا، قالوا من أقام بمنزلة اتباع السنة، خلاص أنا مضيت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتعلم كلامه وحديثه وأنا أجتهد أن أمضي وراءه صلى الله عليه وسلم، صيف شتاء خريف ربيع، في عسري ويسري بمالي وجهدي وأموالي. قال من أقام بمنزلة اتباع السنة ثبتت له النسبة. وحسبك، بتصير أنت منسوب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من جماعته، من عائلته، من أهله. قال من أقام بمنزلة اتباع السنة ثبتت له النسبة، ونور الله قلبه وأنطقه بالحكمة وهداه لإرشاد أمره وأحبه وغفر ذنبه وحصلت له المعرفة بالله وأصابته الرحمة وأكرم بالجنة وجمعه الله فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة كل مفردة من مفرداتها عليها أدلة كثيرة، بس أنا بس بدي أحكي لكم، أختم الدرس بأول مفردة فيها، بأن من أقام بمنزلة اتباع السنة ثبتت له النسبة. قال الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني. سيدنا إبراهيم هيك بيخاطب ربه، يقول يا رب فمن تبعني هذا مني من جماعتي، فمعناته أنت إذا بتبع من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت منه. مر النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بطعة مني، يعني قطعة مني. أنت إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه، وإذا أنت صرت من جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بتقديرك كيف أمورك ستمشي بالحياة؟ والله أحد الأخوة وقع في ورطة شديدة كبيرة كثير، اتصل به شديدة جدا، اتصل به صديق له مقيم بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتصل على الشام بفلان فلاني وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بعينه، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بعينه. إذا شو رأيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت بعيني؟ بس بدك أنت تقيم بمنزلة اتباع السنة. قال من أقام بمنزلة اتباع السنة ثبتت له النسبة. قال تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني. فمفهوم هذا أن من لم يتبعه ليس منه. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فأجابه الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، ما ماشي وراك، أنت بتعمل صالحات يا نوح، أما هذا ما عم يشتغل بغير طريق، هذا ليس من أهلك، مع أنه هو فعلا ابنه من زوجته، قال له هذا مو منك. فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع وإن كان أجنبيا، كسلمان الفارسي لقول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، ومعلوم أن سلمان من فارس، لكن بالمتابعة صار من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن المتابعة تثبت الاتصال كذلك عدمها يثبت الانفصال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا موصولين بجناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن لا يقطعنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا في الدنيا ولا في الآخرة،
ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتبعون سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم ويطيعون أمره، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.